حين تعد لك زوجك طبخة هنية وجبة ممتازة مما تحب. واحد بيحب المحاشي، واحد بيحب الكبب، واحد بيحب السلطات، المهم مما تحب، هل تشعر بالامتنان؟ مع أن البيت بيتك أنت اشتريته، مع أن المال مالك وأنت تغدق عليها، تشعر بالامتنان الحقيقي. لماذا؟ مش واجب عليها كانت تخدم لي، مش واجب عليها تطبخ لي، مش من ناحية شرعية، من ناحية إنسانية بمنطق الفقر والاستغناء، مش لازم كان، مش لازم أن تجود هذه الطبخة. أنا كلفتها إيه؟ الكثير لكي تفعل هذا المسكينة، تشعر بالامتنان، مع أنك في هذا اليوم بالذات أهديت هدية ب4000 يورو. هذه طبخة أنت تأكل أحسن منها في أحسن مطعم في البلد ب100 يورو، أنت أعطيتها 4000 وتشعر بالامتنان. أنت عظيم، أنت جميل، أنت حين تعطي لا تتذكر بعد قليل أنك أعطيت، تنسى ما أعطيت، دائما تنسى أبداً، ولا تشعر بالارتفاع عمن أعطيت أبداً، بل تخفض يدك وترى أن يده هي، كما أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، أن يده هو هي اليد العليا، ويدك المعطية هي اليد السفلى. لا فضل لنا، لأنه كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وما بكم من نعمة فمن الله، من الذي مولني؟ من الذي أعطاني ثروة؟ من الذي أعطاني منصبا؟ من الذي أعطاني حكمة ولسانا أتكلم وأعبر؟ من الذي أعطاني قلبا مفعما بالمعنى والإحساس حتى أشعر وأمتن وأعرف وأقول شكرا؟ هو كله من عنده، من لدنه، من عطاياه، لا إله إلا هو. فأنا عبد الآن غني إنسانيا بمقدار شعوري بفقري أيها الإخوة وعدم استغنائي. أنا لست مستغنيا ولست غنيا، أنا الفقير وابن الفقير، أنا الفقير وابن الفقير، ولا أريد أن أكون أنا المكدي وأنا المان. المن لله وحده لا إله إلا هو. ما أجملك، ما أعظمك، ما أرزنك، ما أثقلك.